أهلا بكم مشاهدي رودا وبحلقة جديدة من برنامج هلا بكم. أنا يوسف رابح وحلقتنا اليوم ويا المحامي كاظم خضير الجحيشي. أستاذ كاظم أرحب بك في برنامج هلا بكم. يا أهلا وسهلا بكم أرحمتكم الكريمة. كل الشكر لك أستاذ. بداية من فضلك أعرف نفسك ومشاهدينا. أنا المحامي كاظم خضير الجحيشي من سكنة بغداد، وأتشرف محامي ثورة تشرين المجيدة، الانتفاضة الأخيرة والتي راح ضحيتها 800 شهيد و 30 ألف جريح. الله يرحمه. تعرضت إلى تهديدات في بغداد وجيت للإقليم. هاي صار 9 أشهر أنا في إقليم كردستان، إقليم الأمان، إقليم الخير إن شاء الله. يعني أسباب تنقلك إلى مدينة أربيل كانت تهديدات مباشرة؟ نعم، تهديدات مباشرة كمحامي المتظاهرين وكناشط مدني، ولأن كانت عندي تنسيقية في ساحة التحرير اسمها تنسيقية مدافعون بلا حدود، فحقيقة هذا ما يروق لهم أنه ندافع عن المتظاهرين وندافع عن الشباب. هؤلاء الشباب اللي يريدون وطن، هذا ذنبهم، يريدون وطن. أستاذ، اللي عرفنا عنك حضرتك تعرضت إلى محاولة اغتيال همنا. أي نعم، نعم، على الخط السريع شارع محمد القاسم في بغداد أثناء خروجي من التحرير باتجاه الدار. طيب أستاذي، بعد ما انتقلت إلى مدينة أربيل، شلون شفت ناسها، تعاملهم، وأيضا شلون كان اندماجكم في المجتمع؟ حقيقة من جيت أربيل جيت بالبداية وحدي، بعدين جت العائلة، ورا 3 أيام جت العائلة وجينا هنا في أربيل. أربيل مو غريبة علي يعني، ولا الأكراد غريبين علي، الأكراد أصدقائي وأعرفهم، ولكن قصد كلامك كتعايش، شلون التعايش. حقيقة ما أريد أجامل من خلال قناتكم أو أجاملك أمامك، الأكراد شعب طيب يحب يعيش، يريد يعيش. ميزة الشعب الكردي شعب طيب ويتعايش، بدليل أربيل أنا سميتها مدينة الأمن والأمان، مدينة السلام. ليش؟ لأن التعايش هنا اللي شفته يعني حقيقة ماكو فرق بين المسيحي والصابئي والشيعي والسني والكردي والعربي، الكل متعايشة. اللي يحكم في إقليم كردستان، أتكلم لك اسم ناحية كمحامي، اللي يحكم القانون، الكل تحت طائلة القانون، وهذا أجمل شيء بالبلدان المتطورة. وأصبحت كردستان ولله الحمد وبفضل قادتها وحكمة قادتها أصبحت دولة تنهز الدول الأوروبية. طيب أستاذي، أكو موضوع خطير جدا أرد أتأكد منه من خلالك. أكو ناس يقولون الأكراد عنصريين تجاه العرب، نريد نتأكد من خلال حضرتك ما مدى صحة هذه الأقاويل كونك تعيش هنا صار لك فترة طويلة. والله حقيقة إذا صارت حالة أو حالتين فهي ما تنعكس على المجتمع، يعني تصير بغداد. أنا ليش جيت لهنا؟ تعرضت إلى إساءة أو تعرضت إلى التهديد، فهنا ما نقدر نحكم ونقول أهل بغداد كلهم موزينين أو أهل البصرة موزينين أو أهل إقليم كردستان موزينين. إذا صارت حالة فردية، حالة هنا وهناك، ما تنقص. ولكن بصورة عامة قلت لك العرب هنا أكو قسم بقوا، يعني أكو قسم مناطقهم محررة، من أصدقائي ألتقي بهم محامين وزملاء لي ما يرفض يرجع المناطق، يقول أنا قاعد هنا في الجنة. وصحيح صحيح، يعني أنا مدن جامل. ليش؟ العمران، الأمان، أهم شيء الأمان. يعني أنا أطلع حسا قص من جيت لحد الآن، أريد واحد يوقفني، أريد واحد يقول لي تعال أنت منو، أريد واحد شرطي يقول لي تعال، شرطي أريد أشوف شرطي، يعني قمت أشتاق للشرطي، أريد أشوف شرطي يقول لي تعال طيني هويتك. هاي حقيقة شوف هاي السوالف تخليك ترتاح، تطلع أنت وزوجتك وأولادك مأمن على نفسك. ابنك من يطلع من البيت يروح للمسبح أو يروح إلى نادي يمارس الرياضة أو كذا، ما تفكر يرجع مثلا بالأربعة الفجر، ما تفكر. أكو قانون، أكو نظام،
هذا سؤالك أكمله بعد أكثر. قلت لك الشعب الكردي شعب مسالم متعايش، يحب التعايش مع الجميع، يرغب بالأمان، وبنفس الوقت إذا واحد يسيء يجابه بالإساءة. هاي هي نظرية الحياة، أنا وأنت وكل البشر، من يسيء يجابه بالإساءة. ولكن بصورة عامة الشعب الكردي شعب طيب، وده نشوفه وإحنا يومية نطلع ونروح، نروح للقلعة، نروح للسوق، نروح للكذا، نتبضع للمولات، ما شفنا واحد أساء لنا، ونحكي عربي ونسولف ونشاقة ونتمازح بصوت عالي مرات، ما حد قال لنا أنت شنو أو الطاول علينا. هنا أرد أسألك شنو رأيك بحكومة إقليم كردستان؟ والله وأتمنى من قناتكم الكريمة أن تنقل صوتي، وأتمنى أقابل السيد مسعود البرزاني، أقابله لا لشيء، خير من الله، ما محتاج أي شيء، بس أقابله وأقعد أمامه وأقول له أشكرك، أقول له أشكرك. ليش؟ أريد أشكرك عربي نيابة عن الكرد، أريد أشكره نيابة عن الكرد، لأن إش منح الكرد؟ إش منح الكرد؟ منح الكرد الكرامة، منحهم عزة النفس، منحهم الشموخ. يعني هسه الكردي من يمشي يمشي كأنه طاووس على أرض كردستان الحبيبة. فمن خلال قناتكم أشكر قادة الكرد لأنهم قادة بحق، وهم شوف دفاعهم عن عقيدتهم ونظرية الفلسفة المعارضة، فلسفة المعارضة من كان بالمعارضة، من إجا ما عكسها بالشيء الانتقامي، بنوا دولة بأربع كلمات: عفى الله عما سلف، نريد التعايش، وبدليل ما أقول لك أني نطلع بالشارع والشارع هو اللي يحكم إنجازاتهم على الأرض. فمن خلال قناتكم أقول للشعب الكردي هنيئا لكم بقادتكم. يمكن أكو بعض الحالات الشعب الكردي ذمر من معيشة، من قلة رواتب، من كذا، أنا شو أقول لهم؟ احمدوا الله وشكروه، احمدوا الله وشكروه، نعمة فضيلة أنتم عايشين بيها، لأن بس الزول من عندكم تصبحون مثل بغداد صعودا للبصرة اللي جيت أنا من عندها، واللي ظهروا شبابنا زين من انتقام وقتل وكذا. ولكن حكومة الإقليم حكومة محترمة، مو أنا اللي أقولها، لا، دول العالم، هسا أبسط شيء، دول العالم رؤساء الدول، شوف رئيس الدولة الأوروبية من يجي مباشرة إلى إقليم كردستان يلتقي بالقادة الكرد. ليش؟ لأنه قادة بمعنى الكلمة، قادة أسسوا إلى دولة وأصبحت تناهز الدول الأوروبية، مع العلم هو إقليم أصبح يناهز الدول الأوروبية بالتطور، بالعمران، بحب الذات، بحب القومية. زين، هنيئا لكم يا شعب إقليم كردستان بهاي الحكومة الرائعة. وأكرر مرة ثانية، أتمنى بصفتي ناشط ومحامي متظاهري العراق أن ألتقي بفخامة الرئيس مسعود البرزاني. طيب أستاذ كاظم، نريد نعرف شنو رأيك بالقانون العراقي، كونك متعمق في هذا المجال صار لك سنوات، ما شاء الله سنوات هواي. نعم، القانون العراقي رقم 111، هذا القانون راقي جدا ومن القوانين الراقية جدا في المنطقة، حيث لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وصنف لها العقوبة. ولكن معوقات تطبيق القانون العراقي، معوقات تطبيق القانون العراقي هي بعد أحداث 2003، حيث السلاح المنفلت وأمور كثيرة، يعني أمور كثيرة، يعني يراد لي يمكن أيام مو ساعات أحكي لك بها. ولكن القانون العراقي من القوانين الراقية جدا في المنطقة، والقضاء العراقي قضاء راقي أيضا ويستند إلى نصوص القانون، ولكن مثل ما قلت لجنابك الأحداث التي حدت من تطبيق بعض القوانين. طيب أستاذ كاظم، من المعروف أن المحامي يدافع عن المظلومين في المحاكم مقابل مبلغ مادي، لكن أريد أسألك هل من الممكن أنه المحامي يدافع أيضا عن الناس في الشارع مثلا دون المحاكم ودون مبلغ مالي؟ ممكن أنه هذا الشيء يحدث؟ ممكن طبعا، ممكن. ها طبعا، المحاماة هي ليست مهنة ممتهنة بمقدار ما هي رسالة،
يعني المحامي عندما يدافع عن المتهم هناك قاعدة فقهية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكل متهم حتى إذا ما تخلي له محامي فالمحكمة تنتدب محامي منتدب من المحكمة. فإذا كل شخص يجب أن يكون له محامي، هاي من ناحية. من ناحية أخرى مو كل الأمور تقاس بالمادة. حقيقة أنا المتحدث أمامك هواي أمور خاصة من النازحين أتذكر تجيني، يعني مثلا بالنازحين أو ما يمتلكون المال، فبدون ومو بس أني حقيقة، زملائي وإخواني المحامين ونقابة المحامين في بغداد مع جل اعتزازي بها والمحامين إخواني، ما أريد أكون ما عليهم زود، كلهم أساتذة أجلاء، حقيقة بعض الأحيان ما يأخذون أتعاب، يعني هذا اللي شفته في محاكم العراق من البصرة إلى بغداد. طيب أستاذ كاظم، حضرتك ذكرت هذا الشيء أنه شخص إذا عنده قضية وما عنده فلوس أنه يأخذ محامي، المحكمة هي اللي تخلي له محامي. نعم. أريد أسألك هنا، هل من الممكن أنه المحامي يفشي أسرار موكلة للجمهور أو للمحكمة؟ لا، حقيقة هاي مخالفة لأصول المهنة. أكيد مخالفة، ومخالف للقانون. ممكن بعض الحالات تصير، حالات فردية وقليلة جدا. قلت لك إحنا كمحامين، أنا عاصرت إخواني وزملائي المحامين، يعني ما سمعت، أكو حالات بسيطة جدا هنا وهناك إذا سمعناها، فهاي حالة شاذة ما تقاس ب50,000 محامي. زين، المحامي مهنة المحاماة مثل الطب، ما يفشي أسرار موكلة نهائيا، وما صايرة حتى بإخواني وزملائي في إقليم كردستان، في محاكم إقليم كردستان كذلك نفس، لأن هي مهنة المحاماة هي رسالة في كل العالم، يعني مو بس بغداد تعمل كذا وإقليم كردستان يعمل كذا، لا، المحامي محامي في كل العالم. جميل. زين، ما يفشي أسرار موكلة ويتعامل معه على أساس تطبيق الرسالة واحترام وصول المهنة، مهنة المحاماة. طيب أستاذ كاظم، في ختام الحلقة شو تحب توجه رسالة للي يشاهدونه؟ للناس، عندك ناس إذا توجه لهم رسالة أيضا؟ والله أحب أوجه رسالة من خلالكم، حقيقة أقول إلى كردستان كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم ومبارك عليكم يا شعب إقليم كردستان، وأشكركم لضيافتكم أن إحنا العرب، واحترامكم ورعايتكم أن كما، وأتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن أهل العراقيين من البصرة الفيحاء إلى بغداد الحبيبة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. كاظم خضير أجحش، شكرا لك، شكرا لإعطائي لك، شكرا جزيلا، كل الشكر لك. يا رب وسهلا. إذن مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع ناس جدد في حلقات جديدة، في أمان الله.